بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نبدأ إن شاء الله اليوم شرح كتاب الصوت للمرحلة الثانية، اللي هو كتاب English Phonetics and Phonetics and Phonology لكاتب أو للدكتور بيتر روج. الشابتر الأول هو عبارة عن مقدمة. الشابتر الأول طبعا عندنا هنا فد قال لك how the course is organized، كيف تم ترتيب او تنظيم هذا الكورس. هذا مجرد مقدمه. Phonetics and Phonology ويب سايت، مواقع للويب، ويب سايت مواقع الكترونيه لكتب الصوت، لهذا الكتب ايضا. بعدين بادينا من نمبر 3 اللي هي الفونيمز اند اذر اسبيكت اوف برونسيشن. راح نبدينا هسه اولا بتعريف الفونيتكس. تعريف الفونيتكس موجود بالكتاب ايضا. is the scientific study of human speech sounds. sound it deals with the physical properties of sound. هو الدراسة العلمية للصوت، وهو يدرس كلام الانسان. ضرورة جدا الفونيتكس. فوناتكس يتكلم عن كلام، عن الصوت، عن الصوت البشري. وهنا لازم نعرف نقطة مهمة، بأنه كيف يخرج الصوت وكيف نتكلم ذلك الصوت، شلون احنا نحكي وإلى آخره من هذه القصص والأمور نتكلم عنها بعلم الفونيتكس. شلون أنا أتكلم، شلون أنطق الكلام، من أقول ب ب ب أو من أقول ب ب أو من أقول ت ت، كيف يتم الخروج. هذا العلم نسميه بالفونيتكس. أما عندنا علم الفونولوجي، الفونولوجي it is a branch of linguistics. It's a scientific study of system or pattern speech sound used in a particular language or language in general. أما بالنسبة لعلم الفونولوجي، الفونولوجي اللي هو علم الأصوات الذي يتكلم عن نظام الصوت، متى ما أثر صوتا على آخر نسميه بالفونولوجي. يعني على سبيل المثال باللغة العربية، مثلا أنا من أقول ت أو د أو مثلا ظ أو را أو س باللغة العربية، هذه عملية خروج الصوت، هذا ما نسميه بالفوناتكس. طيب أما بالفونولوجي فالعلم هو يعني تأثير الأصوات من بعض على بعض وفقا لقوانين وأنظمة. مثلا عندنا باللغة العربية مثلا من بعد، من بعد احنا ما نقول من بعد، نقول من بعد بسبب الإدغام أو الإقلاب وهذه القصص. إذا هاي الأمور كلها تأثير الأصوات على بعضها لبعض، هذا نسميه بالفونولوجي. موجود باللغة العربية وموجود عندنا حتى باللغة الإنجليزية، علم الفونيتكس بالإنجليزي وعلم الفونولوجي باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. علم هذا يهتم بدراسة الأصوات وكيف يتم نطقها وكيف تؤثر الأصوات على بعضها لبعض، متى نرفع الصوت، متى نخفض الصوت، متى يكون التشديد، متى لا يكون التشديد، متى يكون الحذف، متى لا يكون الحذف، وإلى آخره. مثلا إحنا يعني تأثير الأصوات من بعضها لبعض، هذا كل ما نسميه بعلم الفونولوجي باللغة الإنجليزية أو في اللغة العربية. أيضا عندنا هنا مقارنة ما بين الفونولوجي والفونيتكس. الفونيتكس phonology is the functional study of speech sound. هاي مقارنة. phonetics is descriptive، يعني وصفية، يعني الفونيتك هو وصفي، أما الفونولوجي هو functional يعني وظيفي. الفونولوجي deals with the abstract sound، يتعامل مع أصوات مجردة، أما الفونيتكس فهو deals with actual speech sound، يعني يتكلم مع أصوات حقيقية. is a specific language، يعني شنو معنى specific language الفونولوجي؟ الفونولوجي هو خاص بلغة، يعني قواعد اللغة العربية تختلف عن قواعد اللغة العربية، يعني خاص بلغة. يعني مثلا من أنطق الأصوات باللغة العربية عن اللغة العربية الوضع يختلف بالنظام مالتهم، بنظام الأصوات. أما بالفوناتكس فهو نظام جنرال عام، يعني مثلا لو قلت مثلا صوت الن، ن بالعربي ن أنفي، لو قلت ن هذا الصوت هو أنفي باللغة العربية. هل باللغة العربية نفسه؟ نعم، باللغة الإنجليزية والعربية نفس الشيء، لأنه هو أنفي، لأن هذا هو phonetics، هذا كيف تخرج الصوت سواء بالإنجليزي أو بالعربي نفسه. بس بالفونولوجي لا، الوضع يختلف. يعني إذا أقول من بعد
يعني ما راح اقول من بعد، راح اقول من بعد، بس بالعربي بالانجليزي لا الوضع يختلف. فهذا الفنولوجي اذا خاص بلغه، اما الفوناتكس فهو ما خاص بلغه. طيب بعدين ايش عندنا؟ عندنا هنا تعريف الفونيم. الفونيم it is the smallest phonetics unit in language that's capable of conveying distinction and meaning. هو اصغر وحده صوتيه بالصوت، اصغر وحده بالصوت، يعني من خلالها احنا راح نقدر على سبيل المثال نتكلم، او من خلال خلينا نقول نجي هنا الى تعريف الفونيم. ذكرنا تعريف مهم جدا، وهذا التعريف هو خلينا نقول يعني هو عبارة عن صوت. الصوت هو فونيم، نقول فونيم مثلا ت د ك، هذا كله فونيم، وهذا الصوت وهذا الفونيم قادر على تغيير المعنى. يعني شلون قادر على تغيير المعنى؟ ها ناخذ مثال بسيط على هذا الموضوع. يعني الآن لو قلت على سبيل المثال مثلا كلمة باك حقيبة منتهية بالك، لو قلت باك اللي هي انتهت بالك، هل تغير المعنى؟ نعم تغير المعنى، نعم تغير المعنى. إذن طالما تغير المعنى فراح نقول على هذا الصوت أنه هو فونيم، لأنه قادر على تغيير المعنى. الفون مرات يعني بعض الجامعات يريد الفون، فأنا حبيت أضيفه يعني بالكتاب. شنو معنى الفون؟ هو الصوت بالهواء، ما يرتبط لا بلغة ولا بمعنى ولا بكل شيء. الصوت أي صوت، هسا مثل يقول تا دا كا، أي صوت لا يرتبط بلغة ولا هو قادر على تغيير معنى. الصوت بشكل عام صوت بس، يعني لا بلغة ولا ألعب معنى. أما الفونيم فهو قادر على تغيير معنى، لأن أكو مرات تغيير الصوت لا يعني تغيير معنى، ولكن بالفونيم من أقول فونيم هو قادر على تغيير المعنى. من أقول فون هي كلمة، هو صوت بالهواء غير قادر على تغيير المعنى بس، ولا يرتبط بلغة معينة. هذا من أقول فون، من أقول فون بس. طيب زين، نجي هسه الى تعريف اخر وهو الالفون. هسه واحد يقول لي استاذ هذا الحكي ترى ما موجود بالكتاب، انت منين تجيبه هذا الحكي؟ الالفون ما موجود بالكتاب. انا راح اقول لك جواب صحيح، هذا الحكي ما موجود بالكتاب. زين انا ليش ضفته هذا الحكي؟ حتى طبعا يعني هو اغلب الاساتذه يطالبك به، حتى اذا استاذك او الدكتور اللي انت هو يدرسه ما جاب لك إياه بالامتحان، أو قال لك ما أريده، أو قال لك مو مهم، ما لك علاقة بالكلام، خذها من عندي. موضوع مهم جدا ولازم تناقشه وتتحدث عنه وتحفظه. ليش؟ لأن هذا مرتبط بأشياء أخرى راح ناخذها بالفصول الجاي. بعدين مادة الصوت تريد فهم، تريد استيعاب. إذا أنت تبقى بس تريد تأخذ المادة للامتحان ما راح تنجح، فلازم تستوعب وتفهم أكثر من ما أنت بس مجرد تحفظ على مود الامتحان. طيب شنو معنى الألفون؟ It is different realization of the same phoneme. إحنا مو ذكرنا الصوت هو قادر على تغيير المعنى؟ أوكي زين زين، إحنا من ذكرنا الصوت هو قادر على تغيير المعنى زين، لعد الألفون شنو هو؟ الألفون هو نطق آخر لنفس الصوت، شكل آخر لنفس الصوت، وهذا غير قادر على تغيير المعنى. هذا ما يغير المينينج إطلاقا، ما يغير المعنى. ليش؟ لأنه نفس الصوت بس راح نغير النغمة مال الصوت بس. They do not change the meaning. It is one of two or more variant of the same phoneme. يعني هو نفس الصوت ولكن إلى نطق آخر أو إلى شكل آخر. وعندنا مثال على هذا الموضوع. الآن أجي إلى كلمة العين. العين، حرف العين عفوا باللغة العربية، لو كتبت أولي أو وسطي أو نهائي، هل يتغير المعنى؟
ككلام مو ككتابة، ككلام حرف العين ما يتغير. إذن هو نفس الكلام ونفس الصوت اللي سوينا شنو، غيرنا الشكل مالته مثل بالضبط هذا الشيء، مثل بالضبط هذا الشيء. إنه أنا عندي صوت وهذا الصوت له شكل آخر بس، لا أكثر ولا أقل، غيره ما، غيره ما بس. طيب هسه احنا راح نتكلم عن موضوع ونربطه بموضوع الألفون، راح نتكلم عن موضوع بعدين نرجع نربطه بالألفون. طيب اكو ملاحظة مهمة، مثلا عندنا الاسبريتد والنون اسبريتد، الاسبريتد والنون اسبريتد هاي صفة، صوت الب لما يكون اسبريتد او لما يكون نون اسبريتد. يعني كل لغة بالعالم، كل لغة بالعالم لها أصوات، وكل صوت له فد معنى معين، يعني كل صوت له أو فد شكل آخر. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا باللغة العربية مثلا حرف الباء الأنواع حرف الباء الأنواع، مثلا الباء قلنا ذكرنا يكون بالبداية وبالوسط على سبيل المثال كنطق، خلينا ناخذ كنطق على سبيل المثال، ناخذ مثلا ناخذ أنواع الراء باللغة العربية. مثلا الراء ممكن شو تكون عندي باللغة العربية، ممكن تكون راء المفخمة والراء الغير المفخمة. مثلا عندنا اللام الثقيلة واللام الخفيفة، مثلا عندنا اللام القمرية واللام الشمسية، هذه أنواع للحروف. يعني يا بش وقت تكون اللام القمرية لما تجي وياها أحرف القمرية لب 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 لب، شو وقت تكون اللام الشمسية لما تكون اللام لب 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 لب. هذا يعني ده نتكلم عن أنواع الحروف باللغة العربية. الآن اللغة الإنجليزية بها كذلك نفس الموضوع. مثلا اجي على سبيل المثال صوت الب، هذا حرف او صوت الب، هذا الب له نوعين، ممكن يكون اسبريتد. شنو يعني اسبريتد؟ يكون بحرف الاتش فوقه، او يكون ان اسبريتد اللي ما يكون بها كل شيء. طيب شنو معنى اسبريتد؟ الاسبريتد معناها راح يكون عندي دفعه من الهواء تخرج قويه بعد نطق الحرف او بعد نطق الصوت. مثلا اقول pen pen pen، الان لو خليت اصابعي الان الكل هسه اي واحد يعني واحد يخلي اصابعه قدام الماوث، قدام فمه، in front of his mouth، مقابل فمه، يقربها جدا على فمه ويقول صوت ال p p p p، نلاحظ ان هنالك دفعه من الهواء تخرج من الفم وتلامس الأصابع، هذه ما نسميه بالأسبريشن. إذن صوت الـ P هنا أسبريتد. زين إيش وقت يكون صوت الـ P أسبريتد؟ لما يكون في بداية الكلمة، لما يكون في بداية الكلمة ويجي وراء علة، لما يكون في بداية الكلمة ويجي وراء علة. هنا طبعا هاي قاعدة ده واحد يحب يكتبها، مثلا عندنا الـ P والـ B والـ P والـ T والـ K فتك باتك، هذول إذا يجون بالبداية وراهم حرف علة وراهم صوت علة راح نقول على هذا الصوت بأنه أسبريتد. أسبريتد ليش؟ لأن جاء بعده علة باتك. حلو، مثلا ب ب ب، إذن هذا أسبريتد. طيب إذا أجانا هذا الصوت بالنص ما راح يكون عندي أسبريتد، مثلا spin 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 spin. من أقول spin ما أقدر أقول spin، ما أقدر أقول spin، هذا لفظ غلط، صار من أقول spin غلط، أقول spin spin. إذن هذا ما عندي هنا aspirated. حلو، إذن صوت ال p في المرة الأولى كان aspirated، أما صوت ال p في المرة الثانية لم يكن aspirated. هل تغير الصوت من المرة الأولى إلى المرة الثانية كنطق خفيف؟ مو أقصد الصوت كامل بس كنطق، هل تغير
نعم تغير نطقا بسيطا في صوت الب. اذا هذا هو نسميه بالالفون. انا مو قلت راح اشرح هذا الموضوع بعدين اربطه به، هسه انا شرحت الب وبعدين ربطته بالالفون. شنو يعني الالفون؟ معناها نفس الصوت ننطقه بشكل اخر ولكن ما يتغير المعنى. مثال علي، بن سبن، بن سبن. اذا صوت الب من تغير من المره الاولى الى المره الاخرى هذا ما نسميه بالالفون. مرة أخرى، الفونيم قادر على تغيير المعنى. من أقول على سبيل المثال كات معناها قطة، من أقول كار معناها سيارة، من غيرت الصوت تغير المعنى، هذا نسميه بالألفون الفونيم. عفوا، نجي على الألفون مثال شوية بس نوضح أكثر. الألفون ذكرنا بأنه عند تغيير ما يتغير المعنى، وطينا عليه مثال مثلا سبن وبن، ما راح هنا راح يتغير وما راح يتغير، طبعا المعنى ما راح يتغير. هسه واحد يقول لي زين استاذ، هسه مو هاي كلمه سبين تختلف عن البن؟ انا قاعد اتكلم عن الصوت نفسه، ما قاعد اتكلم عن الكلمه، الصوت نفسه، الصوت نفسه صوت. يعني اذا قلت بن او اذا قلت بن، يعني اذا كان اسبريتد او ان اسبريتد ما راح يتغير المعنى، ما راح يتغير المعنى. مثال عليه على الال، الال الى نوعين، الال الى نوعين، لايت ال ودارك ال. طبعا لايت ال لما يكون وراء عله ليست ليج، شو ال 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 او يكون دارك ال لما يكون قبل عله، شوف تول ليج وراء عله تول قبل عله. اذا قلنا ليج وتول من تغير ال كناطق ولكن ما تغير بسبب ال. يعني هسه مثلا اجعل كلمه فيلينج، فيلينج او فيلينج، مرة دارك ومرة لايت، فيلينج وفيلينج، فيلينج وفيلينج، ويل ويل، ويل ويل. لما غيرت ال بكلمة فيلينج هل تغير المعنى؟ جواب لا. إذن هذا هو المقصود بالدارك ال واللايت ال. هسه واحد يقول لي زين استاذ هذا الحكي ترى كله ما موجود بالكتاب، التمرين جايبه. والله كلامك صحيح، هذا الحكي كله ما موجود بالكتاب لان انا ضفته لان يساعدك على فهم شنو معنى الالفون وشنو معنى الفونيم، بالاضافه الى انه هذا الموضوع راح ناخذه بالشابتر الخامس والرابع، فخلينا نسهل الامر عليك من هسه نقراه ونستوعبه ونفهمه. طيب نيجي هسه على branch of phonetics، فروع علم الصوت. هذا الموضوع ما موجود بالكتاب، انا احب اشرحه حتى اوضحه للطالب حتى يستوعبه اكثر واكثر. طيب شنو معنى branch of phonetics؟ يعني فروع علم الصوت. طبعا علم الصوت الى فروع علم الاسئله. نجعل الكيمياء باللغه العربيه، الكيمياء لها امثال لها انواع، كيمياء العضويه، الكيمياء الحياتيه، الكيمياء اللا عضويه، الكيمياء الفيزيائيه، الكيمياء الحياتيه، الكيمياء الطبيه اعتقد، والى اخره من انواع الكيمياء. الفناتكس، الفناتكس هو تجديد على النا، فناتكس هذا ايضا على علم، هذا علم، علم الصوت إلى علماء وإلى دكاترة وأطباء. أنت من جيت على قسم اللغة الإنجليزية لازم تدرس علم الصوت، يعني ممكن باشر أنت تتخصص بعلم الصوت، فلازم ندرس هذا علم الصوت، هذا علم. شلون اللي راح على الفيزياء أخذ أنواع الفيزياء، وراح على الكيمياء أخذ أنواع الكيمياء، نفس الحالة جيت على الإنجليزية أخذت الصوت وأنواع الصوت. شنو أنواع الصوت؟ أولا الارتكليتري فونيتكس، هذا أول نوع من أنواع علم الصوت، من أنواع علم الصوت. الأكوستيك فونيتكس والأوديتري فونيتكس. لا ننسى الفوناتكس هو علم النطق، يعني يخص الكلام، الكلام الصوت، ننطق الكلام هيك، يعني ما له علاقه بالنظام الصوتي لما نحذف صوت والى اخره. طيب من نقول articulatory يعني هو علم صوت نطقي. الان انا من اتكلم the study of how speech sound are produced، شلون انا دا اسولف، انا هذا المتكلم من جهتي، او انت كشخص لما تتكلم هذا سميه articulatory يعني علم النطقي. هذا العلم اللي يختص بكيفية نطق الكلام، يا بنت شلون يسولف، ترفع اللهات على سبيل المثال، تتقلص الرئتين، العضلات، الحجاب الحاجز، ثم يرتفع الرئتين، ترتفع وإلى ولا بلا 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 وإلى آخره. هذا نسميه بالarticulatory phonetics. أما نجي إلى الأكوستيك فوناتكس، هو دراسة علم الصوت كموجات صوتية،
يعني شلون ينتقل الصوت من المتكلم إلى المستمع؟ من المتكلم إلى المستمع، يعني أني متكلم وأنت مستمع، شلون ينتقل لك الصوت؟ عن طريق الموجات. هذا العلم كله نسميه احنا بالأكوستيك فوناتكس. نجي على الأوديتوري فوناتكس، The study of perception of speech sound، اللي هو العلم الذي يهتم باستلام الكلام، شلون احنا نستمع الكلام؟ أنا متكلم و... 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 ونقل ثم مستمع، المستمع اللي يسمع الكلام شلون يفهمه؟ هذا يسمونه بالأوديتوري اللي هو الاستماع، اللي هو الواحد لما يستمع هذا يسمونه بالأوديتوري. فروع علم الصوت ثلاثة، ذني ما موجودات بالكتاب بس أنا أحب أضيفين حتى الواحد شوية يطور معلوماته، حتى يصير عنده ثقة بنفسه بعلم الصوت، يعرف شنو هو وشنو سؤال. بعدين ننتقل على الأكسنت والديالكت. الأكسنت refers to the variety of language differing standard in pronunciation، يعني الاختلاف بالنطق فقط، الاختلاف بالنطق من لغة للغة أو من لهجة للهجة بنفس اللغة نسميه بالأكسنت. مثلا عندنا البريطانيين يقولون water والأمريكان يقولون water. water إذن water water لما نختلف عند نفس الكلمة وتغير الصوت مالتها هذا ما نسميه بالأكسنت. أما الديالكت فهو اختلاف بالكلمات والقواعد والترتيب وإلى آخره. يعني مثلا لما اللهجة البريطانية تختلف عن اللهجة الأمريكية، من يقول مثلا موفي وفيلم، فيلم وموفي هن اثنينات نفس الشيء بس مرة أمريكي ومرة بريطاني، مرة أمريكي ومرة بريطاني. مثلا على سبيل المثال عندنا بالماضي مثلا عندنا learn، learn بهم يقولون learned بهم يقولون learned، مرة إيدي ومرة تي. يعني لما يختلف الحكي بين اللهجة البريطانية عن اللهجة الأمريكية على سبيل المثال بالكلام وبالمفردات، هنا راح نلاحظ هذا ما نسميه بالبريتش أكسنت. طبعا الـ 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 على سبيل المثال عندنا اللهجة البريطانية، عندنا اللهجة البريطانية يستخدمون دائما كلمة لما يردون يتكلمون على سبيل المثال عن خلينا نقول عن رصيف، البريطانيين يقولون pavement يعني رصيص رصيف عفوا، بينما الأمريكان يقولون sidewalk sidewalk. مثلا عندنا أمثلة أخرى على سبيل المثال، مثلا البريطانيين يقولون بسكويت أما ذلك الأمريكان يقولون كوكي مثلا، يعني وإلى آخره من هذه المفردات. فمن تختلف الكلمة من مكان لمكان هذا ما نسميه بالبريتش والأمريكي، هذا ما نسميه بالديالكت. أما إذا كان فقط الاختلاف بالنطق، نفس الكلمة يختلف النطق من عندها، مثلا نسميه هذا الموضوع راح نسميه بالأكسنت. موجود عندنا كذلك هذا الموضوع باللغة العربية، مثلا عندنا ناس تقول هنا وناس تقول يقول هين، هنا هين، هنا هين، هنا وهين، هذا ما نسميه بالأكسنت أو الديالكت. وكل ناس تقول دحج وكل ناس تقول باوع، الفرق كبير جدا. وإيش جاب دحج على باوع؟ يعني ماكو بيناتهم أي ترابط، هذا ما نسميه بالديالكت. طيب كذلك عندنا البي بي سي pronunciation، لهجة البي بي سي طبعا اللي هي اللهجة المعتمدة بكل دول العالم لتدريس أو لتعليم اللغة الإنجليزية، is the standard accent of English language which mainly used by educated people and also recommended for foreigners to learn and use. إذن هي اللغة المستخدمة بكل دول العالم لتحدث اللغة الإنجليزية ولكي يتم تدريسها في المدارس، وهي اللغة الأضبط واللي عليها مصادر وكل هذه الأمور. يعني حتى الروايات والمسرحيات القديمة من نقراهن كلهن بلهجة البي بي سي، كلهن بلهجة البي بي سي أو الريسيفت برونسيشن.
بعدين عندنا آخر شيء بالفصل هذا، عندنا الـ IPEA اللي هو اختصار لكلمة International Phonetics Alphabet. It is a system of symbols for showing how sounds are pronounced. يعني هو نظام الرموز لإظهار كيفية نطق الأصوات. شلون ننطق الصوت؟ الرمز الرسم الصوتي. هذا يسمونه بالـ IPA. اختصار كلش مهم يعني لازم نعرفه. نقول IPA معناها International Phonetics Alphabet، النظام المستخدم بكل دول العالم للوصف. عندنا هنا بعض الأسئلة، هاي الأسئلة واجب تكون، مفروض الواحد يحلها ويطق لها صورة ويبعثها حتى نشوف حلها صح أم غلط. مثلا السؤال الأول يقول accent refer to a variety of language different in standard in. الأكسنت تختلف في فراغ. مثلا ثانيا refers to the variety، شنو اللي يشير إلى التنوع؟ كذا. is the study of system pattern and function، شنو هو هذا؟ كذا. IPA اختصار لإيش؟ كذا. is the standard accent of English، من هي؟ كذا. السؤال الثاني مثلا اختيارات، is the scientific study of human speech sound، it deals with the physical properties of sound. هاي واحد بعد ما يقراها يبدي هنا يجاوب هاي الأسئلة، وحتى يختبر نفسه، حتى يختبر نفسه. هنا عندنا سؤال بالكتاب يقول give three different names that have been used for accent usually used for teaching pronunciation. يقول انت ثلاثة أسماء للهجة البريطانية مستخدمة، أو للهجة التي مستخدمة لتدريس اللغة. قبل شوي ذكرناها اللي هي لهجة البي بي سي، أو اللي هي لهجة الار بي ريسيفد برونسيشن. هاي اللهجة اللي هي مستخدمة بكل دول العالم لتدريس اللغة الإنجليزية، نعرفها وننطي الأسماء الأخرى اللي إلها. سؤال الآخر قال لي ما الفرق ما بين الأكسنت والدايلكت؟ أعتقد السؤال كلش بسيط، قل الأكسنت كذا والدايلكت كذا. سؤال الخامس بسيط جدا، قال what is the word used to refer to the relative strength of the syllable؟ ما هو الكلمة المستخدمة لكي نشير إلى ترابط ما بين الأصوات، اللي هو السيلابل المقطع. إحنا مو ذكرنا الفونيم هو أصغر وحدة بالصوت، ما هو أعلى من المقطع، ما هو أعلى من الفونيم، اللي هو السيلابل، اللي هو السيلابل. هذا راح نأخذه بالأيام القادمة ونشرحه بالتفصيل إن شاء الله. طبعاً هنا هذا الباركود، ممكن واحد يفتح الباركود ويمتحن يعني اللي يحب عادي،